حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجح المستشار المالي للسوداني مظهر محمد صالح أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي حاجز 200 تريليون دينار. وقال صالح أن سقف الإنفاق في الموازنة العامة للعام الحالي هو من سيقرر هل هناك عجز أم لا، أو كم هو مقدار ذلك العجز. وشدد صالح على ضرورة أن تدرج الفائضة المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية للعام الماضي معتبراً إياها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي. أغلق خام البصرة على مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 7% بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي. وبحسب مصادر صحفية فقد أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 95 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و38 سنتا للبرميل الواحد، مسجلا بذلك مكاسب أسبوعية بلغت نحو 5 دولارات. وأغلق خام برنت في آخر جلسة له على ارتفاع أيضا بمقدار دولار و25 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و28 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 6 دولارات و71 سنتا. فجرت الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على الصيادلة في موازنة العام الحالي فجرت خلافاً كبيراً بين نقابة الصيادلة ووزارتي الصحة والمالية. وهددت النقابة بشل 12,000 صيدلية إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها، حيث لم تقبل نقابة الصيادلة مراجعة الحكومة لنظام احتساب الضرائب السنوية ووضع نظام جديد خاص بالصيادلة، وهو ما اعتبره الصيادلة إجحافاً وتمييزاً قانونياً وضريبة غير مبررة. تسود حالة من القلق والتوتر بين أوساط المصريين بسبب مواصلة قيمة الجنيه المصري انخفاضها وكسرها حاجز 30 جنيها للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ الجنيه المصري. وبحسب مراقبين فإن محاولات الحكومة المصرية امتصاص الصدمات الاقتصادية والقلق الشعبي غير كافية في وقت أكدت فيه وكالة بلومبرغ تسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية بارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 20%، ما يدفع البلاد إلى أوضاع قاسية. كشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك نمو الصادرات التركية إلى المنطقة العربية بنحو 18% خلال عام 2022 لتبلغ قيمتها أكثر من 34 مليار دولار خلال العام الفائت. وتصدرت السعودية الدول الأكثر نمواً بالتجارة مع تركيا بعد أن بلغت نسبة نمو واردات الرياض أكثر من 400% خلال العام الماضي، فيما حل العراق في رأس قائمة أكثر المستوردين بأكثر من 10 مليارات دولار، بينما حلت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر استيراداً للمنتجات التركية بنحو 4 مليارات دولار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.